المؤلف والحضور، ضيفنا لهذا اليوم عالم من علماء الأمة. ضيفنا اليوم عالم تعرفونه وتنتظرونه دوما في لقاءاته العلمية، في دروسه ومحاضراته في المساجد. إن قلتم في الفقه فقد تميز به، وإن قلتم في العقيدة فقد تميز بها، وإن قلتم في التفسير فقد تميز به، وإن قلتم في الدعوة فهو في ركب الدعاة إلى الله، وإن قلتم في الخطابة فهو المرجع لكثير من الخطباء في خطبه المنبرية، وإن قلتم في الحسبة فهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في تصديه للرد على كثير من الشبه والمنكرات التي تظهر في الإعلام وفي غيره، وإن قلتم في التأليف والنشر فهو في مقدمة من انتشرت كتبهم على مستوى العالم، وإن قلتم في إمامة المسجد فهو الإمام والخطيب الذي عرف بانضباطه ودقته. ضيفنا اليوم جعل الله له القبول في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد أخجلتموني حيث رفعتموني إلى منزلة لم أصل إليها، ما أنا إلا أقل طالب علم كواحد منكم، بل أنتم ربما يكون فيكم من هو أجل وأكرم.